السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نقوم بحجز خدمة من على رفيق الخير. أولا نذهب إلى www.archer.khir.org، وهو الموقع الخاص بحجز خدمات لدى رفيق الخير. أولا في الدرس السابق قمنا بإنشاء حساب في هذا الموقع لتمهيدا لطلب جديد، خدمة جديدة من على هذا الموقع. نضغط هنا لطلب جديد ونتأكد من إذا كان لديك يظهر باللغة الإنجليزية. نضغط هنا اختيار اللغة العربية. طبعا هنا لدينا طرق الدفع المتاحة، نلاحظ هنا طرق الدفع المتاحة بكل بساطة، نضغط عليها تجيلنا طرق الدفع هنا المتاحة في الموقع. نعمل عملت باك، هنجي نختار مثلا 100 ميجا بايت ب$11 سنوي، ومفيش دومين مجانا. ممكن نطلب الخدمة دي لو انت عايز مثلا دومين مجانا معاه مباشرة، تطلب مثلا 250 ميجا بايت. بس انا هاجي مثلا هنختار 100 ميجا بايت من هنا، لو حد يعني لو انت عندك دومين جاهز هتيجي مثلا تختار تكتب اسم الموقع اللي انت عايزه مثلا هنا، تختار الدومين .com.net.org او .info، وبتضغط هنا للمتابعة. بيجي لك هنا اسم النطاق متاح ولا لا. مثلا يعني انت لو اخترت هنا archer.khir.net هتيجي تضغط هنا هيقول لك غير متوفر. تضغط هنا وتقول له انا عايز اشتري الدومين ده، عايزه لمدة سنة، لمدة سنتين، لمدة 3 سنين، نخليها لمدة سنة واحدة، ونضغط للمتابعة. عندك الفاتورة عبارة عن $11 خدمة الهوستنج، 100 ميجا، $11 يعني 11 × 3 = 75، يعني حوالي 41 ريال. وعندك خمسة اللي هي $14 دي خدمة الدومين، 14 × 3 = 75 بحوالي 52 ريال، مجموع الإجمالي $25 يعني حوالي حاجة و90 ريال. هتيجي هنا تقدم بطلب الشراء، ولو في كود تخفيض ممكن خلال كل فترات ان شاء الله سوف نقوم بإضافة كود تخفيض للأسعار الخاصة بنا. نضغط هنا تقدم بطلب الشراء. طبعا ده البيانات اللي انت دخلتها عندك. اول ما سجلت في هذا الموقع، اضغط هنا عندنا تو، طبعا تو شيك اوت لو انت هتقدر تدفع بالبطاقة الائتمانية. لو انت مش هتقدر تدفع خلاص انت بترسل لنا المبلغ عن طريق حوالة بنكية. يقول لك فضلا انتظر حتى يتم تحويلك. طبعا هنا لو هتقدر تدفع عن طريق توشيك او عندك بطاقة ائتمانية بتضغط هنا ادفع الآن. اذا ما عندكش بتحول لنا حوالة بنكية، واحنا بنعمل لك ان بنحول لك الفاتورة دي بانها فاتورة مدفوعة من الادمن عندنا. اذا قمت بتحويلها عن طريق حوالة بنكية من الطرق اللي احنا حددناها لك، اللي هي ممكن عن طريق الويسترن يونيون اللي هي الحوالات الخارجية او الركحي او الاهلي. ممكن هنا لو عايز تعرف فيه برضو خيارات اكتر من هي دي طرق الدفع المتاحة لدينا، بتحول لنا عن طريق اي طريق من هذه الطرق، وبنسجل لك ان الفاتورة دي اتدفعت عن طريق لوحة التحكم الخاصة بالموقع.
وبنجهز لك الخدمة، وفي خلال 24 ساعة بيتم تفعيل الخدمة. وكده يكون انتهينا من هذا الشرح، وإلى اللقاء في شرح قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.